السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. النهاردة إن شاء الله رابع فيديو لينا في موضوع العلف. أول فيديو عرفت العلف بيتكون من إيه، مكونات العلف. تاني فيديو إزاي تنقي وتختار عناصر اللي هتكون منها العلف. تالت فيديو إزاي تحسب نسبة البروتين. رابع فيديو النهاردة إن شاء الله، وهو إنك بعد ما عملت العلف بالكامل حسبت نسبة البروتين بتاعته. نسبة البروتين في حالة التسمين بسرعة كده من 15 إلى 18%، تزيد عن ال 18 ممكن تزيد على 18 ممكن تقل على 15، امتى تقل عن ال 15 وامتى تزيد عن ال 18 دي هنتكلم عنها بالتفصيل في فيديو مخصوص، بس هي مبدئيا متوسط نسبة البروتين من 15 إلى 18% خلال دورة التسمين. خلاص انت عملت العلفة وحسبت نسبة البروتين، ازاي اعرف، كلامنا بقى النهارده ازاي اعرف ان العلف اللي انا عملته ده كويس ولا لا، بيجيب نتيجه كويسه ولا ما بيجيبش نتيجه. اول حاجه طبعا لازم تكون مدخل غنم، منقي الغنم بتاعتك كويس. ارجع لفيديو مواصفات خروف التسمين، فيديو عملي بيوريك ازاي تنقي وتختار خروف التسمين، لانك انت لو جبت خرفان مش متاسسه، خرفان مش شبعانه لبن، اعرف انك لو اكلتها فول صويا صافي، لو اكلتها كسب صويا 44% بروتين صافي مش هتزيد معاك، معدل الزياده بتاعها بيكون ضعيف جدا جدا جدا، لانها مش متاسسه وهي صغيره مش شبعان لبن. فلازم الخروف بتاعك يكون خروف نظيف متاسس، الخروف اللي انت شاريه لازم يكون خروف متاسس، خروف كويس يدخل دوره التسمين، يجيب معدل الزياده بتاعته المظبوطه. دي رقم واحد. رقم اتنين، لازم تكون بتأكل النسبة الكمية المظبوطة من العلف اللي هي 3%. الخروف بياكل في اليوم علف مركز 3% من وزنه، يعني الخروف ال 25 كيلو بياكل كيلو إلا ربع علف مركز في اليوم، بينقسم على وجبتين وبيملى بطنه أي دريس أو أي مادة مالقة عندك. طبعا الحكاية وضع الأتبان على الأعلاف ده برضه اتكلم عنها في فيديو مفصل بالتفصيل، امتى نخلط المادة المالقة على العلف وامتى ناكل العلف لوحده من غير مادة مالقة. كده لازم يكون الشرطين دول، الأول قلنا الخروف يكون نظيف اللي أنت مدخله، والحاجة التانية تكون بتأكل 3%. هتوزن الغنم، هتوزن الغنم، بس لازم تعرف أنت وزنتها امتى، يعني لو وزنت الغنم قبل الفطار لازم تعرف ان انت وزنتها قبل الفطار، عشان لما تيجي تبذل المره الثانيه هتوزنها برضك قبل الفطار. ما ينفعش النهارده اوزن قبل الفطار واجي لما اوزن المره الثانيه اوزنها بعد الفطار. من قبل الفطار لبعد الفطار ممكن الخروف يزيد في بطنه من كيلو لثلاثة كيلو حسب وزن الخروف، حسب حجم الخروف. الخروف الصغير ممكن على الاقل يزيد كيلو لما ياكل ويشرب الميه، ممكن يزيد كيلو على الاقل. لو كل نص كيلو علف او 400 جرام علف مع لتر ميه، كيلو ميه كده كيلو 400 صايم عن فاطر، اختلفت حوالي كيلو 400، دي هتفرق معاك جامد في الحسابات. فانت ما ينفعش توزن مره قبل الاكل ومره توزن بعد الاكل. وزنت قبل الفطار يبقى توزن قبل الفطار، وزنت قبل العشاء توزن قبل العشاء. لازم الميعاد اللي وزنت فيه في الاول هو نفس الميعاد اللي توزن فيه في المره الثانيه. طيب وزننا الغنم، سجلت الموازين، بعد 10 ايام بتسيب 10 ايام العلف بتاعك مظبوط طبعا بتدي 3% والخرفان بتاعتك كويسه، بتيجي بعد 10 ايام بتوزن. لو الخروف زاد بمعدل من 200 جرام الى 300 جرام في اليوم، العلف بتاعك ان شاء الله مظبوط. 200 كحد ادنى، اقل من 200 يبقى في مشكله. اقل من 200 جرام في اليوم يبقى في مشكله، وهنعرفك تعرف المشكله منين دلوقتي. هي المشكله ممكن تكون في العلف او في الخروف. اقل من 200 جرام في مشكلة. من 200 قلنا ل 300 جرام، متوسط 250 جرام في اليوم على ان الخروف بتاعك نظيف وبتدي علف 3% الكمية، يبقى العلف بتاعك مظبوط 100%، مش محتاج تحلل، مش محتاج تعمل أي حاجة، العلف بتاعك مظبوط. طيب لقيت المتوسط، لقيت عندي أقل من 200 جرام، لقيت مديني 150 جرام في اليوم، 100 جرام في اليوم، يبقى في مشكلة. طب المشكلة في العلف ولا في الخروف؟ هنعرفها ازاي؟ نميز ما بينهم ازاي؟ هنفترض ان عندك 10 خرفان. هنفترض ان عندك 10 خرفان. لو على الأقل
اربع خرفان او خمس خرفان زادوا جابوا من ال 200 واطلع فوق، على الاقل 10 خرفان من 200 جرام واطلع فوق، يعني 200 250 300 في 40% او 50%، يعني اربع خرفان او خمس خرفان من العشرة جابوا الزياده المظبوطه، يبقى العلف بتاعك 100% مظبوط، ما فيش فيه اي مشكله، العلف بتاعك 100% مظبوط. يبقى المشكله في الخمس خرفان او الست خرفان التانيين، هم اللي فيهم مشكله، بيكون فيهم ديدان محتاجين تجريع شربه، محتاجين ايفوماك ومحتاجين شربه عشان تنزل الديدان، عشان الديدان بتمتص الغذاء من الامعاء ومن الكرش، فبالتالي الخروف ما بيستفدش من العلف. يبقى انت بتعلف وعلف كويس والكميه مظبوطه بس ما بيزيدش، او ان الخرفان عاوزه تتجرع، او تكون الخرفان دي الخرفان مش متاسسه، جايبها مش كويسه. الخرفان انت ما ينفعش تجيب العشرة كلهم مش كويسين، معنى هنا في الاول لازم تكون الغنم انت منقيها كويسة، غنم تسمين كويسة، غنم متأسسة، لكن ممكن يكون في وسط العشرة طلع واحد اتنين فلتوا منك، تلاتة لو انت مبتدئ، اربعة لو انت مش عارف اي حاجة، جايب اربعة تعبانين في وسط العشرة مش متأسسين، فهنا هيبان مع الطريقة اللي انا بقولك على دي، المتابعة الوزنية. المتابعة الوزنية مهمة جدا جدا جدا، بتعرف تعالج وتصلح العلف بتاعك، اذا كانت المشكله في العلف تصلح العلف، اذا كانت المشكله في الخروف تعالجه، تديله شربه، تديله ايفوماك اذا كان في ديدان ولا حاجه، اذا كان الخروف اديته شربه وبتديله العلف وفي غنم بتزيد 100 وغنم تمام، يبقى المشكله والخروف ما زادش كويس، يبقى الخروف المشكله في الخروف، ما منوش فايده، هيفضل معدل زيادته ضعيف كده 3 كيلو 4 كيلو في الشهر لغايه ما تبيعه. يستحسن ده تتخلص منه، لو هو سمين كويس تتخلص منه، تبيعه يندبح او اي حد ياخده، وتجيب خروف غيره بدري بدري، بدل ما اللي هيقعد معاك خلاص معدل الزياده بتاعته عرف عرفته خلاص بقى معدل زياده ضعيف، مش هيديك اوزان كويسه اخر الدور. طيب لو ما فيش ولا خروف من العشرة زاد الزياده المظبوطه، العشرة بالكامل معدل الزياده اقل من 200 جرام في اليوم، العشرة بالكامل ما فيش ولا واحد من العشرة جاب الزياده المظبوطه، كلهم اقل من 200 جرام في اليوم، يبقى كده العلف بتاعك مش مظبوط، مفيش فيها كلام. مش يا طبعا انت على سن انت قلنا مختار الغنم كويس، مش الغنم كلها تعبان، مش الغنم كلها مش متاسسه، الغنم كويسه. يبقى طالما مفيش ولا واحد وصل للزياده المظبوطه ال 200 جرام، يبقى العلف بتاعك هو اللي فيه مشكله، مستحيل يكون ال 10 خرفان بالكامل فيهم ديدان، العشر خرفان بالكامل مستحيل يكون فيهم ديدان مع بعض مرة واحدة، تبقى المشكلة عندك في العلف، لازم تصلح العلف. دي كده ازاي تعرف كده، خلصنا اعتبر موضوع العلف بالنسبة من اول ما تكون تختار مكونات العلف لغاية ما تعرف العلف بتاعك كويس ولا لا بالمتابعة الوزنية. في النهاية طبعا ما تنساش لو عجبك الفيديو الاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد ومفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.